يشتريهم وهم الكروان سواليف عصافير وطيور. خلاص ببيعهم. حط ماي وملح ونظفت عينه. أري ما؟ هذا ما قطع عينه. نظفت ملح عن الكناري. إيه. قال لي ب 120. آه. قلت لا عينه شوف مصاكة. إيه. مسوي كذا. لا عطني ب 100. إيه والله شوف. نشوف. وراء العميد. المغاول حق الطيور مين؟ والله نطير حلوين ما تعرف انت. والله انا ما اعرف لهم والله علموني عليهم قسما بلا تكلم عندي في خش في بيتك الطير. حلو والله انك تنبسط. ام يمتي الله يحفظها ويطول بعمرها عنده طيور عنده طيور بس انا ما احب. انا اسال امك اجل قل لها شو فايده الطيور في البيت. اي والله العظيم اقول لك انا انطرب على اصواتهم وانا بعض الساعات يعني النساء كذا الحريم لا طول معمر لهم بس احنا الرجال شو نسوي فيه. انا حط بالبول. اه. حط كناري. الله. وحط طيور حب. حط حيوان. ايوه حط اسد بعد.